Здравствуйте, дорогие. Добрый день. Как поживаете? Как у вас дела? Надеюсь, что у вас все хорошо. Салам алейкум, أصدقائي. أمكم سعيد. كيف هي معيشتكم؟ أرجو أن تكونوا جميعا بخير. إذا في سلسلة أو في حلقة جديدة من سلسلة مع لنتعلم اللغات. Как вы помните? Как вы помните, كما تتذكرون, мы в прошлом уроке и тоже позапрошлом, السابق والذي قبله, мы начали изучать тему прилагательный, الصفات. وعملنا مراجعة لهذا الموضوع ولكن في الإعادة كمان إفادة. أذكر بالجدول اللي أنا أعطيتكم إياه وقلنا أن عندما كيف نميز الصفة مكتوبة وكيف نلفظها مقروءة أو محكية, أنه في نهاية الكلمة, وكما تعلمنا في اللغة الروسية نهاية الكلمات لها أهمية كبيرة. يعني في اللغة العربية نحن النهاية يعني في الحالة الإعرابية أحيانا لا يتغير الحرف أو النهاية, عادة لا تتغير, وإنما يضاف إليها فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون أو ما إلى ذلك, نسميها الحركات الإعرابية. في اللغة الروسية يعيض عن ذلك الحركات الإعرابية عندما تنصب الاسم أو الصفة أو الضمير أو ما إلى ذلك, أو يجر أو يرفع أو كذا, نستخدم أو نقوم بتغيير نهاية الكلمة إن كانت اسم أو صفة أو ضمير أو أي شيء. فهذا ميزة في اللغة الروسية, لذلك دائما نركز على نهاية الكلمات المكتوبة بغض النظر ماذا تعني هذه الكلمة. في الحالة في يعني ما نقوم به اليوم هو كيف تتغير الصفات أيضا في الحالات الإعرابية. وذكرت أنا دائما نحن عندما نعطي أو نبدأ بتدريس اللغة الروسية على سبيل المثال, فنبدأ أو تكون أمثلتنا أو شرحنا على ما يسمى بالحالة الإسمية, يعني تكون الأسماء والصفات وضمائر الملكية وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وما إلى ذلك في الحالة الإسمية, يعني الكلمة مكتوبة كما نقول بالعربي بالمصدر, ونهاية هذه الكلمات هي التي ستتغير حسب الحالة العربية. فهنا لدينا نهاية الصفات في الحالة الإسمية. فإذا كانت الصفة, والقاعدة الأساسية أن الصفة تتبع الموصوف, إذا كنت أنا أصف مذكر فذكرنا سابقا ونعيد, تنتهي الصفة, والأمثلة اللي أخذناها ورح نشوفها إلا بسرعة اليوم إن شاء الله, تنتهي الصفة إما بالأي إيكراتكيا أو أو إيكراتكيا كما هو بادي عنكم على الشاشة, أو بإي إيكراتكيا. وإذا كان الموصوف مؤنثا تنتهي الصفة بالآيا. لاحظوا هاي احرف المذكر الايكراتكي, والآية هي محرف المؤنث, ولا راح نشوف المحايد كذلك نفس الشيء. اذا اما تنتهي الصفه بايا او يا. اذا كنت عم تكلم عن شيء محايد بدي اصفه, فان صفته راح تنتهي اما بالاو ي او بالي ي او ي او ي ي. واذا كنت اتكلم عن الجمع فراح تنتهي الصفه بالاي ي او اي ي. لذلك تنتهي الكلمات المعبرة عن الصفات في اللغة الروسية بالحروف المبينة في الجدول, وذلك تبعا للجنس والعدد, تبعا لجنس الموصوف وعدده. هلا ذكرنا كما تتذكرون أن لدينا أسئلة, يعني أسماء استفهام, لماذا, أين, كيف, وهكذا. ما هيك؟ طيب أنا كيف بدي أسأل بالروسي, أو تعلمنا في الدروس الماضية مثلا كيف بسأل عن لمن, تذكروا كان تشي تشيا تشيو تشي حسب الجنس أيضا والعدد لمن. طيب كيف أسأل عن الصفة باللغة الروسية, أنه يعني ما هذا أو ما صفته أو كذا, أيضا تتبع الجنس والعدد. لاحظ تذكروا نحن أخذنا كلمة كاك تقريبا بالدروس الأولى وكررناها أكثر من مرة, كاك تبيا زافود, كاك فاز زافود, كاك تي, كاك وي, كيف. هلا راح نضيف لها لهاي الكلمه كاك الموجوده عندكم بالاسود بالجدول التحتاني, شايفينها كاك 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 كاك. ما هي اذا كنت عم اسال عن شيء مذكر راح اضيف للاوي هاي تبع المذكر, فيصير كاكوي كاكوي. شو هو هذا, كيف هو, شو لونه, شو حجمه, شو صفته, المهم الصفه تبعته. واذا كنت اتكلم عن شيء مؤنث راح اضيف له الايا اللي هي تبع ايضا المؤنث.
فيصير عندي كاكايا إذا كنت عم أسأل عن شغلة مؤنث، اسم مؤنث. وإذا كنت عم أسأل عن محايد فراح أضيف أيضا راح أضيف أوي وأقول كاكوي كاكوي. وإذا كنت عم أسأل عن شيء جمع، صفة شيء جمع، راح يعني أضيف لها إيه إيه اللي هي كمان تبع الجمع الموجودة عندي هون، إيه تبع الجمع. إذا السؤال عن الصفة يتم بالشكل التالي: إذا كنت عم أسأل عن صفة شيء اسم مذكر فأقول كاكوي، وإذا كان مؤنث أقول كاكايا، وإذا كان محايد أقول كاكوي، وإذا كان جمع فأقول كاكي. وهنا أذكركم بما قلته سابقا وكررته أكثر من مرة أنه مفتاح مهم جدا لتعلم اللغة الروسية هو معرفة جنس الكلمة. وأنا تقريبا بكل درس كنت أركز على هالموضوع ودائما أذكر أنه هذا يجب حفظه، يعني يجب أنا يكون عندي هذا الشيء من البديهيات، لأنه لما بدي أسأل لمن بتشيك ما بدي رأسا لازم أنا بكون بعرف هذا مذكر ولا مؤنث ولا محايد، وإذا كنت بدي أسأل عن الصفة أيضا لازم أعرف هذا مذكر ولا مؤنث ولا محايد ولا جمع. إذا مهم جدا كان تعلم تمييز الصفة، تمييز الجنس والعدد. وأعطيتكم بعض الصفات، أعطيتكم بعض الصفات اللي إحنا ممكن نستخدمها ورح نستخدم بعض اليوم في نص أو نصين إذا لحقنا. إذن لن أعيدها، مكتوبة عنكم وقرأناها أكثر من مرة، وسوف يعني نقابل هذه الكلمات في المستقبل كثيرا. وموجودة عندنا مثل ما لاحظتوا أنه العمود الأول هو للمذكر نوفي، والعمود الثاني للمؤنث نوفايا، والعمود الثالث للمحايد اللي هو نوفيا، والعمود الرابع هو للجمع نوفي. تماما نوفي. إذن هاي بعض الصفات اللي استخدامها تقريبا يعني متداول جدا دائما، فيفضل حفظها وكتابتها، يفضل حفظها وكتابتها. أخذنا اليوم بعض النصوص أو بعض الأسئلة ما هيك والأجوبة، ومشان يكون عندنا تركيز ما بين الاسم والصفة التابعة له حسب جنسه. على سبيل المثال لما قلنا عم نتكلم عن دوم، مثلا المثال الأول دوم، دوم ساكن مذكر، فإذا بدي أسأل كاكوي إيتا دوم، فأنا حطيت له صفة مقابلة مثلا إيتا بالشوي دوم. أنت ممكن تقول إيتا نوفي دوم، إتا خروشي دوم، إتا مالينكي دوم، إتا كراسيفي دوم، إتا بيلي دوم، كراسني دوم. كررها، كل ما كررتها كل ما تعلمت الصفات وتركزت بدماغك يعني موضوع ربط الصفة بالموصوف حسب الجنس. سؤال ثاني على سبيل المثال: كاكايا إتا ماشينا، ماشينا محاي يعني نهايتها فهي شو؟ مؤنث. فسألنا أنك كاكايا، كاكايا إيتا ماشينا، إيتا كراسيفا يا ماشينا. وأنا عندي جدول سابق في بعض الصفات، إيتا بالشايا ماشينا، إيتا مالينكا يا ماشينا، إيتا خروشا يا ماشينا، إيتا بلاخا يا ماشينا، وهكذا. إذن أنا ما لا أكتفي بمثال واحد وإنما أكتب أكثر من مثال، وهذا على فكرة له يعني منفعة كبيرة، أنه أنا لما أكتب أكثر من جملة وأحط أكثر من صفة فعم كرر بحفظ الصفات وبحفظ البنية اللغوية أو والقواعدية للجملة. كاكوي إيتا فوتا، أنا عم أتكلم عن فوتا هو المحايد، فأقول كاكوي إيتا فوتا، إيتا خروشي فوتا، كرسيفا فوتا، بالشو فوتا، مالينك فوتا، وهكذا. تمام؟ إذن حسب جنس الكلمة. كاكي إيتا كلوتشي، كلوتشي اللي كنيجي توت زفينيتي كنيجي، كاكي إيتا كنيجي، ما هذه هذه الكتب جمع، ما هي كنيجا واحد كتاب بالعربي هي، بينما كتاب كنيجا مؤنث بالروسي، ولكن هم باعتباره بالجمع فما عندنا مشكلة. فنقول كاكي إيتا كنيجي، شو دول الكتب؟ إيتا نوفي كنيجي، نوفي كنيجي، خروشي كنيجي، انتريسني كنيجي، ممتعة، وهكذا. أيضا أخذنا مثال على أنه وضعنا السؤال مع فعل على سبيل المثال: كاكوي زك وي زنايتي، كاكوي يزك وي زنايتي، أي لغة، أي لغة أنت تعرف؟
سبيل المثال، أو أنتم تعرفون هنا بالتفخيم ما هيك، على سبيل المثال يازنايو روسكي يزك، يازنايو أرابسكي يزك، يازنايو أنجليسكي يزك، يازنايو فرنسوسكي يزك، وهكذا. إذن هنا اللغة، لغة شو هي اللغة يعني؟ شو هي اللغة؟ أنا ممكن نضعها صفة أخرى، أقول ترودني يزك، سلوجني يزك، صعب معقد، لغة صعبة أو كذا ما هيك، أو براستوي كمان ممكن براستوي يزك، أو اللغة سهلة. خرشو نأخذ أيضا مثال كاكايا سيفودنيا باغودا. باغودا إنها كلمة كانت جديدة لصارت معروف بالنسبة إنها الطقس، لما نسأل عن الطقس نقول كاكايا سيفودنيا باغودا. إن شاء الله نفرد يعني بدرس يعني أو للطقس والتكلم عن الطقس والفصول وما إلى ذلك إن شاء الله مستقبلا. كاكايا إيتا باغودا، شو الطقس اليوم؟ سيفودنيا خروشيا باغودا، سيفودنيا خروشيا باغودا. ممكن واحد يقول لك نيت سيفودنيا بلاخايا باغودا، سيئة، كلمات موجودة عندنا بالجدول. سيفودنيا جاركا، جاركا، جارا، شوب أو حر يعني. أو ممكن حد يقول لك سيفودنيا خروشيا باغودا، برخلادنا، معتدل الجو، معتدل لطيف. كاكويت فويدروك، هلا هون عن اسال عن صفه صديقك، هون لا اسال انه لك يعني كاكويت يعني هو كبير ولا صغير ما هيك، ولا احمر ولا اسود ولا كذا، لا، كاكويت فويدروك يعني ما هي الصفات الشخصيه لصديقك. فانت تقول لي مثلا اون خروشي، او مويدروك خروشي، مويدروك دوبري طيب، مويدروك امني ذكي، مويدروك مثلا فيسولي يعني مرح، وهكذا. إذن عم أسأل عن صفة الصديق. وأخذنا أيضا في الدرس الماضي فكرة عن الألوان، والألوان هي أيضا تصف شيئا ما هيك، بالإضافة أنه كبير وصغير وجميل وقبيح وممتع وممل وهكذا، فممكن يكون له يعني صفة اللون، ما هو لونه، ما هيك لونه، لون الشيء أيضا هي من الصفات تعتبر، والسؤال عليها سبيه مثل الصفات. وأخذنا على سبيل المثال كراسني، كراسنايا، كراسنويا، كراسني أحمر. أخذنا أسود تشورني، تشورنايا، تشورني، تشورني. جولتي، جولتايا، جولتويا، جولتي. طبعا انا عم ركز شوي على هاي بالكلام، ما بنحكي بسرعه معنا جولطي ما هيك، بس اهم شيء ان تنتبهوا انه انا عم احكي عن نهايه الجمع، فنقول جولتي، ده جولتي المحايد، ما نقول جولتوي، بس انا احيانا بقولها هيك مشان ينتبهوا انه على نهايه الكلمه، انه اوي اوي نهايه الصفه. الاخضر زليوني، 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 لون الاخضر. الأزرق سيني، سينيا، سينية، سينية، ها سينية. لاحظوا هون أخذنا النهايات الثانية يعني الصف الثاني أو تقريبا الثاني وبالمذكر الثالث بالصفات. هون في عنا ما بنح كتير ندخلكم بالموضوع، ولكن لاحظ حتى أنا لما عم ألفظ عم هون قاعدة الكلمة يعني بدأ بلا النهاية نسميها ما مياخكي أصنوبة يعني، أو قاعدة مخففة شو بقول سيني سيني، حتى أنا بقول بلشوي مالينكي هيك، مثلا تشورني ني تشورني. فهون عم نشوف ولو أن حرف النون هو موجود، فعم لأنه في يعني اللغة الروسية مهم جدا هذا الموضوع، الأحرف المخففة مياخكي تاك زفوكي و تفيوردي زفيوكي، هذا كمان كتير مهم باللغة الروسية يعني. بصراحة بحث شوي بده شغل يعني، بس أنا حسب ما عم أسمع، عم أسمع أنه أنا عم تعطيني هيك أنت خفيف الكلمة تبعتك، فبستخدم بدل الآية يا يا، بدل الأوية يا يا، بدل الإية إية، وبدل بالمذكر بدل الإي إكراتكا، أو إكراتكا استخدم إي إكراتكا، فيصير سيني
سينيايا سينيي سينيي. لاحظ يعني أصل الكلمة هيك مخففة، مثل عندنا مثلا باسليدني باسليدني، لاحظ الكلمة فيها مرونة شوي أو فيها تخفيف، نستخدم النهايات الخفيفة. هذا مهم بالنسبة للطلاب أكثر. أخذنا أمثلة على ذلك. كاكايا إيتا ماشينا، شو هاي السيارة؟ هلا ممكن تحط أنت أي صفة اللي بدك إياها، ما في إشكال، كبيرة صغيرة، تاك مبلشايا مالينكا يا خروشة يا كرسيفا يا، ما هيك؟ لكن هون احنا نحط مثال أحد الألوان، فممكن تقول أنت كراسنا يا ماشينا، ممكن تقول لي أنت بيلا يا ماشينا، أنت جولتا يا، أنت زليونا يا، أنت سينيا يا، ما هيك؟ ماشينا. حطيت للون ووافقت ما بين الجنس الموصوف واللون. إتا كراسنايا ماشينا. كاكوي إتا دوم، إتا بيلي دوم، إتا مالينكي خروشي. إذا ونحن بنحط الصفة اللي بدنا إياها، ما عندنا مشكلة. هون حطينا على سبيل المثال إتا بيلي دوم، بيت أبيض، إتا سيني دوم، بيت أزرق، وهكذا. تاك. بعدين اخذنا كلمة يوبكا، وقلنا ان هذه يوبكا نحن عم نضيف للسلافار للقاموس تبعنا بعض الكلمات اللي هي يوبكا بمعنى التنورة للبنت او للامرأة، فهي ايضا تضاف للي اخذناه سابقا. تتذكروا اخذنا بلاتيا الفستان، واخذنا بالتو المانتو، واخذنا التوفلي الحذاء، هيك يمكن اذا بتذكر اخذنا شارف او ما اخذنا، ما بتذكر اللحشة يمكن اخذناها، ويوبكا. وممكن نحن إن شاء الله مستقبلا أيضا نفرد درسا كاملا للأديجدا اللباس للكل للجميع، شو معنى هذا اللباس، وش اللباس الصيفي واللباس الشتوي واللباس الرياضي وهكذا إن شاء الله. فكاكايا إيتا يوبكا، إيتا سينيا يا يوبكا، لونها أزرق هذه. إذا هذا أيضا تمرين تندرب فيه على الألوان. طبعا هون انا ذكرت تقريبا شيء ست الوان او خمسه، ست الوان اللي مستخدمه اكثر شيء تقريبا، بالاضافه ممكن احنا مع المستقبل نضيف بعض الالوان و نزيد من قاموسنا. جئنا على موضوع اخر بالصفات، هو صفه الشخص اللي هون نحن اخذنا على سبيل المثال قوميته او جنسيته او تبعيته لاي بلد، وذكرنا بطبيعه الحال السوري والروسي، والصفة للشيء اللي مثلا روسي أو سوري. يعني مثلا ممكن نقول صناعة سورية، مثلا نقول إيتا ماشينا إيتا روسكايا ماشينا، هذه سيارة روسية، إيتا روسكايا ماشينا، صفتها أنه هي مثلا مصنوعة بسوريا بروسيا. إيتا سيريسكايا ماشينا، هيك. إيتا روسكي سوفينير، تذكار، إيتا سيريسكي سوفينير، هيك. ونفس الموضوع، فبالنسبة إذا نقول هذا روسي نقول روسكي روسكايا روسكايا روسكي. أيضا ممكن نطلق هذه الكلمة على الأشخاص، نقول أون روسكي، هو روسي. نقصد هون روسي يعني صفته أنه روسكي جرجدانين، يعني أو روسيسكي جرجدانين، أنه هو من الجنسية السورية الروسية. سوري نقول سيريسكي سيريسكايا سيريسكويا أو سيريسكايا سيريسكي. أيضا هون حطينا الصفة سوري وروسي، وأيضا نفس الشيء نفس الموضوع. وأخذنا إذا لم يكن يعني من خارج بلدي، أجنبي أجنبي، نقول إناستراني إناسترانيا إناستراني إناسترانوية أو إناسترانية إناسترانية، أجنبي. فمثلا نقول روسكي يزك، صفة روسكي يزك، اللغة الروسية. ما نقول نحن سيريسكي يزك، نقول أرابسكي يزك، أرابسكي يزك، اللغة العربية اللي هي يتكلم فيها السوريون. ونقول إناستراني يزك، لغة أجنبية، يعني مثل الأنجليسكي يزك، هلا رح نشوف بعضهم. فرنسوسكي يزك، نيميتسكي يزك الألماني، يبونسكي، كيتايسكي، وهكذا. إذا بالنسبة لنا إن كسوريين حتى الروسكي يزك يعتبر أجنبي، فنقول روسكي يزك إتا لياناس لنا إناستراني يزك،
إن استراني يزك. أما راح نشوفها لكلمة يعني لغة القومي أو لغة الأم أرابسكي يزك. تمام. وأخذنا هلأ إذا بدنا نصف الشخص ليس كصفة نتابع لأي بلد، وإن يعني إنه شيء تابع لهذا البلد، لا، نصف جنسية الشخص أو تبعيته القومية أو الجنسية لبلد ما، لبلد ما. هلأ بشكل طبيعة الحال رح نأخذ سوريا وروسيا، فنقول البلد، اسم البلد هو سترانا، سترانا سيريا، سترانا روسيا، سوريا وروسيا. هلا اذا بدنا نقول عن شخص اون هو مذكر، تتذكروا انا قلت لكم سابقا لما نعبر عن مذكر نستخدم الضمير اون، لما نعبر عن مؤنث نستخدم الضمير انا، لما نعبر عن محايد نستخدم الضمير انو، ولما نعبر على الجمع نستخدم الضمير اني. هو ما في عندنا انو، ما في عندنا محايد، لانه تتذكروا شو قلنا، المحايد هو دائما غير عاقل، ولكن هنا حنا نتكلم عن اشخاص فما في عندنا انو. فنقول اون هو المذكر. إذا كان مواطن سوري فنقول سيريتس، سيريتس يا سيريتس، طي سيريتس أنت. هو إذا كان روسي فنقول روسيان، روسي كجنسية روسيان. نيتشو سو نورمالنا روسيان، ما هيك؟ وإذا كنا نتكلم عن مؤنث، مؤنث فإذا كان سوريا فنقول سيريكا، سيريكا سوريا، جنسيتها سوريا، سوريا تي أنتي سيريكا. وإذا كانت روسيا فنقول روسيانكا، تتذكروا هاي الكا ستودنتكا، ما هيك؟ ستودنت ستودنتكا، إذا هي للمؤنث، فنقول روسيانكا روسية، جنسيتها روسية أو قوميته، لأنه عند الروس الجنسية والقومية واحد تقريبا، روسي روسي، روسي كجنسية وروسي كقومية. أما نحن عندنا السوري هي عبارة عن جنسية، بينما القومية هي أرابسكي، أراب يا أراب يا سيريتس. أون روسيان، أون روسكي، تمام. للجمع فنقول السوريين نقول سيريتسي، سوريون سيريتسي، والروس نقول روسياني. ايتا روسياني ربياتا، هؤلاء الشباب دول روسيين. ممكن نقول روسكي سيريسكي، نفس الشيء يعني نحط عليهم الصفة، ممكن ممكن نستخدم الصفة أو نستخدم الجنسية، ما عندنا مشكلة. إذا بهالطريقة نحن هلا رح نشوف هذا ضمن نصوص ونتابع. دبرو باجالوفت، دبرو باجالوفت كلمة تستخدم للترحيب، تتذكر احنا بنعرف السلامات كيف كانت، ما هيك؟ دوبري دين، دوبري اوترا، دوبري فيتشر، زدراستفويتي، دا بريفيت، وهكذا. هلا عنا كلمة دبرو باجالوفت، انا في حدا جاي لعندي ضيف بقول له دبرو باجالوفت، دبرو باجالوفت، اهلا وسهلا. طيب دبرو باجالوفت في سيريو كودا، هلا تشوفوا هون سيريا هي اصلا، ما هيك؟ تتذكروا هون مكتوبه، راح افرجيكم كيف كانت مكتوبه، هون مكتوبه سيريا، لاحظوا بالجدول على سبيل من هون سيريا. طيب شلون صارت سيريو؟ هذا انتبهوا عليه، نحن ما راح كثير هلا نحكي فيه، ولكن هون صار عندي حاله اعرابيه في حرف في قبله، اذا صارت هون معربه الكلمه، فنقول اهلا وسهلا بكم الى سوريا او في سوريا. دبرو باجالوفت في سيريو، أهلا وسهلا بكم في سوريا. دبرو باجالوفت في دمشق، دمشق، دمشق. إذن راح نشوف إنه سترانا البلد سيريا، سترانا البلد سيريا. غورد، غورد يعني مدينة، غورد يعني مدينة دمشق. إذن لما نريد أن نعبر عن البلد نقول سترانا سيريا، إيتا سترانا، دمشق إيتا غورد، سهل بالنسبة لكم، أنا ما في عندنا إشكال. سيريا إيتا سترانا، دمشق إيتا غورد. طيب هلا راح نشوف شاب صغير اسمه يزن راح يعرفنا من خلال نص بسيط عن دمشق على سبيل المثال.
تمام؟ رح نقرأ هذا النص. طبعا النصوص كما ذكرت أنا سابقا للأهمية فيها هي أولا يعني أن نعالج ما أخذناه ونتذكر ما أخذناه ونستخرج من النص متى أفعال صفات حالات إعرابية وما إلى ذلك. فإذا كان في عندنا كلمات جديدة بالنص نحفظها، وإذا كان في عندنا كلمات نحن نعرفها سابقا وأنا مهدت لها مثلا، فنزداد حفظا وفهما لهذه الكلمات كيف تأتي ضمن نص. طيب هلأ يزن عم يقرأ عم يخبرنا عن حاله على سبيل المثال، فيقول من يازافوت يزن يا سيريتس، سوف أقرأ النص بعدين نرجع على تفصيله. من يازافوت يزن يا سيريتس سيريا مايسترانا يا جيفو داماسكي داماسك ستاليتسا سيري داماسك بالشوي استاري غورد اون كراسيفي إيزليوني زديس тоже живет моя семья. Я очень люблю мой город. Я хорошо говорю, пишу и читаю по-арабски, потому что арабский мой родной язык. Я тоже знаю русский и английский языки. Я хочу хорошо говорить по-русски. هلا المتابع في كثير من الكلمات هون بالنسبه له ما في اي اشكال. لاحظوا في عندنا صفات، في عندنا افعال، في عندنا ضمائر، في عندنا شوي حالات اعرابيه، ما هيك؟ كلها تقريبا اخذناها او اغلبها. هلا خلينا نفصل النص يعني شوي شوي. من يازافوت يزن، هاي اخذناها سابقا تمام؟ شو السؤال عليها؟ كاك تيب يازافوت او كاك يوفو زافوت، ما هو اسمه؟ وهنرجع عليها ان شاء الله لما ندخل في الحاله العربيه الرابعه. هو عم يقول لك أنا اسمي يزن، من يازافوت يزن، وأنا قلت أن من يازافوت لا تعني حرفيا اسمي، هو ما في كلمة اسمي، هذه جملة إعرابية. فيقول من يا، من يا هون إجت حالة مفعول به، زافوت هذا فعل، يدعونني يدعونني يزن، يندهوا لي يزن، زافوت أني، هم يدعونني العالم بشكل عام يدعونني يزن، فمن يازافوت يزن. يا سيريتس أنا سوري، سيريا مايا سترانا سوريا بلدي. لاحظوا أمور بسيطة جدا اللي حافظها واللي تعلم معنى الضمائر الملكية وكذا، فالأمور مفهوم بالنسبة له. يا جيفو في سيري أو يا جيفو في داماسكي، فعل يعيش يسكن، أخذناه وصرفناه وأكثر من مرة، ما هي يا جيفو في داماسكي. وقلنا أن في داماسك، لاحظوا كمان المعيار هون انتبهوا على كلمة داماسك وسيريا، هاي بالحالة الاسمية هون أنا عم أشر بالمؤشر غير متغيرة، داماسك وسيريا داماسك، لما شوفوا ولا بالنص أحيانا تتغير، مثلا سيريو داماسك هون ما تغيرت، أما هون عم أقول داماسكي، إذا هون صار عندي حالات إعرابية. لا هون لما أقول عفوا داماسكي فهنا كسرت داماسك جار ومجرور في دمشق، في دمشق المدينة، ما هيك؟ يا جيفو داماسك، داماسك هلا الشخطة تعني بمعنى ايطا، ها هي ما هيك؟ داماسك ستاليتسا سيري، هاي كلمة جديدة ممكن كانوا نضيفها، انه عاصمة سوريا، ستاليتسا سيري عاصمة سوريا، داماسك عاصمة سوريا، عم يعرفني بدمشق، هلا عم يعرفني بدمشق، عم يقول لي انه دمشق هي عاصمة سوريا. طيب شو كمان؟ دمشق بالشوي استاري غورد، دمشق مدينة بالشوي، لاحظوا مدينة بالعربي مؤنث بينما بالروسي غورد، غورد لاحظوا على الشاشة غورد نهايته شو؟ ساكن، فهنا أنا لازم أحط ببالي غورد باللغة الروسية، وهذا يخطئ فيها الكثير للأسف حتى من المتعلمين، يعني اللي صاروا ربما حتى أقول عشرات السنين، خلاص بباله أنه مدينة، فدائما يخطئ يقول مايا غورد، لك يا أخي ليش مايا غورد؟ أنت عم تحكي بالروسي، فغورد، فلذلك استخدمنا الصفات المتعلقة بالمذكر، غورد لأنه مذكر، بينما بالعربي ما لنا علاقة، نحن حاليا عم نفكر بالروسي، كبير وستاري قديم، مدينة قديمة، طبعا بشكل عام يعني قديمة نقصد أنه تأسيسها قديم، ولكن هي فيها طبعا مناطق حديثة وسفريميني مايك رايوني
نوفي رايوني، ولكن كمدينة هلا رح نشوف مثلا على سبيل موسكو هلا النص اللي بعده، يعني مثلا دمشق أقدم عاصمة مسكونة في التاريخ، يعني آلاف السنين، 3000 4000 7000 الله أعلم ما هيك، ولا آلاف السنين. بل رح نشوف موسكو على سبيل المثال، يعني موسكو احتفل بتأسيسها من فترة شهرين أو ثلاثة، يمكن حوالي 800 وكسور هيك، يعني أقل من 850 سنة، يعني ما صار عمره 850 سنة على سبيل المثال، يعني وين وين دمشق ما هيك. طيب ستاري غورد اون كراسيفي ايزليوني، لاحظوا هلا عندنا اربع صفات هون، بالشوي ستاري كراسيفي زليوني. اذا اون هو يعني مدينه دمشق، هو لانه بالروسي اون غورد مذكر، اون كراسيفي ايزليوني دمشق، هو مدينه دمشق جميله او جميل واخضر، غورد لانه مذكر اخضر يعني في خضار. تمام. زديس كلمه معناها هنا في، يعني في دمشق نقصد، بدل ما نقول مثلا دمشق نقول زديس، هنا توجي نعرفها كلمه، ايضا جيفيوت مايا سيميا، وهنا ايضا تعيش عائلتي، يعني بمعنى انا وعائلتي نعيش هنا، يعني هذا موطني. يعني زي جيفيوت مايا سيميا يا اوتشن لوبلوموي غورد، نعرفها ما هيك، يا اوتشن كثيرا، لوبلو فعل لوبيت اللي اخذناه وصرفنا، يا اوتشن لوبلو موي غورد، يا اوتشن لوبلو موي غورد، يا خرشو غوريو فعل، بيشو فعل، اتشيتايو فعل، اخذنا هون دول الافعال، تشيتات بيسات غوريت القراءة، غوريت يتكلم، بيشو من فعل بيسات يكتب، وتشيتات من فعل يقرأ، وأخذناه وذكرنا أن دول من أعمدة تعلم اللغات بشكل عام. إذا أنا خرشو بشكل جيد، غوريو صرفناها لأنه عم أحكي عن أنا، ويا وهي أخذناها وإن شاء الله أمورنا بخير. يا خرشو غوريو بيشو أكتب، إتشيتايو وأقرأ، بارابسكي بالعربية، يا جسيريتس أنا سوري. طيب هو عم يفسر لنا هلا، إنه لا تستغربوا أنا عم نتعلم نحن، فشو عم يقول لك؟ باتامو شتو، لاحظوا هاي الكلمة، هاي حلوة الكلمة تتبعوا عليها، باتامو شتو، باتامو شتا لأن، باتشيمو لماذا، باتامو شتا لأن. طب هو ليش هيك، ليش هو خرشو غفاريت إيبيشت إيتشيتايت بارابسكي؟ عم يقول لك باتاموشتو لأن عربسكي العربية موي ردنوي يزك، هل أنها قبل شوي هاي صفة أيضا ردنوي، عم يقول لك أنا أقرأ وأكتب وشو كمان أتكلم بالعربية بشكل جيد، لأن العربية هي لغتي الأصلية، لغتي الأم، موي ردنوي يزك. ردنوي جاية من كلمة رودينا، رودينا يعني الوطن، موي ردنوي.